دمعة رقية. إنه اليوم الأول من شهر محرم، وزهراء حزينة. لقد لبست ثوبها الأسود كما أمها، وهذه السنة من عاشوراء ليست كباقي السنوات. سيرتدي الجميع السواد وسيعلنون الحداد، ولكنهم لن يجتمعوا في مكان واحد، لن يقصدوا الجامعة ولا الحسينية، لن يستمعوا معاً لمجلس العزاء. سيبقى الجميع في بيوتهم، سيحزنون في بيوتهم ويبكون في بيوتهم. ستجتمع قلوبهم على حب الإمام عليه السلام من منازلهم، لأن وباء كورونا المستجد منعهم من المخاطرة في مخالطة المجتمع. زهراء لبست الأسود وجلست مع أمها لتستمع إلى مجلس عزاء على شاشة التلفاز. واجتمعت العائلة، الأب والأم وجواد وزهراء. بدأ المجلس وأخفض الجميع رؤوسهم، وحلقت زهراء في كربلاء، وأحست للحظات أنها طفلة تائهة يوم عاشوراء، طفلة من أطفال الإمام الحسين عليه السلام. وراحت تبكي وتذرف الدموع وتمسحها بيدها، وفجأة سمعت صوت بكاء. هو ليس بكاء أمها ولا بكاء أخيها ولا أبيها، تسمع صوتاً آخر. من الذي يبكي؟ نظرت إلى كفها المبلول بالدموع فتفاجأت بدمعة تأن. قالت لها: من أنت؟ أجابتها الدمعة: أنا دمعة رقية، رقية ابنة الإمام الحسين عليه السلام. وكيف جئت إلى هنا؟ هذه دموعي، كيف صرت بينها؟ إنها قصة طويلة، هل أنت مستعدة لسماعها؟ بالتأكيد، أسمعيني. في يوم عاشوراء، وعندما استشهد الإمام الحسين عليه السلام، هجم الكفار على الخيم وأحرقوها، وصاروا يلاحقون الأطفال من خيمة إلى خيمة، ورقية كانت بينهم. ثم ساقوهم إلى الشام حيث يزيد الطاغية. رقية كانت صغيرة جداً، لم تكن تعلم أن أباها قد استشهد ولا يمكنها أن تراه مجدداً، وصارت تصرخ وتبكي وتطلب أباها: عمتي، أين أبي؟ عمتي، أريد أبي. فسمع يزيد صراخها وطلب إسكاتها، فأحضروا لها رأس أبيها في طبق. لم تستطع رقية الصبر وماتت ودمعتها على خدها. أنا هي هذه الدمعة التي سالت على رأس الإمام الحسين عليه السلام. أنا هي دمعة رقية. كل الأطفال الذين يذرفون الدموع اليوم يذرفون دمعة رقية، دمعة عزيزة الإمام الحسين عليه السلام.